شركة جوجل العالمية احتفلت بعيد ميلاد الفنان الراحل العظيم أحمد زكي. طبعا أكيد الشركة دي مش عشوائية، يعني أكيد لما جت احتفلت ما احتفلتش عشان هو مجرد ممثل ومعروف وخلاص، هو فعلا ممثل له تأثير قوي جدا عند المصريين والعرب. أحمد زكي ما كانش ممثل عادي، كان ممثل بيجيد فعلا تجسيد الشخصيات المعقدة الغريبة. أحمد زكي كان بينور في المجتمع نقط مظلمة محدش كان بيشوفها. تعالوا نفتكر مع بعض في ذكرى ميلاد أحمد زكي شوية تفاصيل. نبدأ بفيلم البيه البواب. البيه البواب هو جسد شخصية البواب اللي كان تقريبا قبل أحمد زكي على طول. كانت شخصية البواب دايما دي هو النوبي، الشخص اللي هو جاي من النوبة وكان طريقته غريبة وكان هو له نفس الكاركتر كده ما بتغيرش، وكان كل ما تقول أنا عايز بواب تجيب واحد من النوبة على طول ويقعد يقول لك بقى يا سعادة الهانم يا سعادة البيه، هو ده كان الطريقة. أحمد زكي غير مفهوم البيه البواب أو غير مفهوم البواب لدرجة إن إحنا دلوقتي لما أي بواب بيتصرف تصرفات مش طبيعية أو يبدأ شوية الكيرف بتاع النفسية بتاعته تعلى شوية أو كذا، على طول أنت بتصنفه بإن هو البيه البواب بتاع أحمد زكي. نشوف بقى النقيض تماما، زوجة رجل مهم. إزاي تجسد شخصية رجل الأمن أو الرجل اللي شغال أو الضابط اللي شغال في جهة أمنية، وإزاي أنت عندك كمية العقد النفسية وازاي قادر انك تطلعها قدام الشاشه دي بالنقيض تماما او بكاركتر مختلف تماما. احمد زكي في فيلم زوجه رجل مهم حط ايديه على نقط ضعف كتيره جدا عند الناس او الضباط العاملين في اجهزه امنيه وعندهم مشاكل نفسيه. وطبعا هو فتره انتاج الفيلم كان في منتهى الجراء انك تختار انك تجسد شخصيه زي دي مع مراعاه نقطه، انا مش بحكي بالتدرج التاريخي، يعني انا مش بقول ان الفيلم ده قبل ده، انا بحكي على شخصيات اثرت فعلا في حياتنا بسبب هذا العظيم اللي اسمه أحمد زكي. فيلم معالي الوزير قد إيه قدر يجسد شخصية الوزير اللي بالصدفة، الوزير اللي نجح بالصدفة. طب هل الشخصية دي مش موجودة؟ أكيد موجودة. كم واحد فكر يجسد شخصية زي دي بالجراءة دي وبالنجاح ده؟ مفيش غير أحمد زكي هو اللي عملها فعلا. ولما تتفرج على الفيلم تحس إن هو بيحكي حكاية ناس كتير، ما ينفعش تقول دي حكاية فلان أو حكاية فلان، لا هو حكاية ناس كتير، وجاب لك كواليس ممكن تكون مشوفتهاش في حياتك في طرق اختيار الوزراء وطرق تملك الحكم أو تملك السيادة وإنك إزاي تحافظ على منصبك كوزير مهما مر بيك الزمن. نرجع بالتاريخ لورا ونفتكر كابوريا. عارفين يعني إيه ممثل يقدر إن يجسد شخصية في فيلم كابوريا وإن القصة بتاعت أحمد زكي، قصة الشعر بتاعت أحمد زكي دي في جيل كامل كتير قص القصة دي وتسمت باسم كابوريا على أساس الفيلم؟ أرجع بالزمن لورا كتير، إنك تكون في زمن كل المنافسين ليه كانوا بيعتمدوا على فكرة الجان أو الشخص الحبيب أو الشخص اللي مش عارف مش هيسكت وهينتقم، إنك تجسد شخصية النمر الأسود وإنك تاخد شخصية نجحت في الغربة وحققت نجاح وتقدر تدي دفعة لجيل كامل إن هو يفكر إزاي لو سافر برة إزاي ينجح وإزاي يحقق طرق نجاح مختلفة. أكيد اختيار الشخصية واختيار سيناريو الفيلم ده ما كانش كده عشوائي، ما هو أحمد زكي. تعالوا نروح لشخصية تانية خالص، شخصية العسكري في فيلم البريء. الفيلم ده بكل المقاييس غريب في إنتاجه وفي شكل التناول بتاعه. أحمد زكي في الفيلم ده بيجسد شخصية العسكري الغلبان اللي هو أي حاجة يعني أي حد بيقول له حاجة بيصدقها وبيقتنع بيها لأنه مش متعلم وإنه درجة الثقافة تقريبا معدومة، وهو تقريبا شكل العسكري الغلبان اللي كان معروف في فترة من الفترات اللي حاليا فعلا يمكن يكون ده تغير شوية كفكرة إن العسكري بنفس الغلب ده، لأنه أعتقد إن الفيلم ده نور حتت كتير جدا عند المجتمع. وما ننساش الجانب الكوميدي في فيلم زي فيلم أربعة في مهمة رسمية. عارفين يعني إيه تجيب شخصية الموظف اللي من أسوان أو من الأقصر وفي حتة بعيدة جدا وتكون مسؤول عن تسليم تركة معينة أو تسليم يعني حاجة، وفي الآخر تكتشف إن الحاجة دي عبارة عن حيوانات فأنت لازم تسلمها للقاهرة لجنينة الحيوانات. ولو ركزنا برضو على الجانب الكوميدي، أحمد زكي لعب فيلم البيضة والحجر اللي هو فعلا فيلم نور فيه حتة الدجل، حتة الشعوذة اللي كان فيه فترة من الفترات منتشرة جدا. ازاي تاخد الشخصية دي وتنورها ان قد ايه ممكن واحد يكون فعلا ملوش في اي حاجة ويقدر يلعب بالبيضة والحجر لمجرد ان هو اقنع بعض الناس ان هو له كرامات وله حاجات لدرجة انه ناس من الحكومة او ناس من كبار الدولة طلبوا منه المساعدة. من ضمن الشخصيات اللي تميز احمد زكي في تجسيدها برضو فيلم ضد الحكومة، برغم ان الفيلم كمان جريء وظهر في وقت فعلا كان صعب حد انه ينور فكرة الفساد في الدولة بالطريقة اللي نورها احمد زكي في الفيلم. طبعا اكيد مش احمد زكي لوحده، اكيد معاه كتيبه، لكن فكره اختيار الفيلم اختيار الشخصيه. وتعالوا نفتكر الراقصه والطبال. لما احمد زكي يحب يلعب دور بطوله مع نبيل عبيد
انت متخيلين الدويتو العظيم ده؟ على فكرة نبيلة عبيد من أقوى الممثلات في تجسيد الشخصيات، ليها مجموعة من الأعمال القوية جدا، بس لما حبت تعمل فيلم مع أحمد زكي اختاروا فيلم قوي جدا، الراقصة والطبال. لو حد فيكم ما شافوش أو يعني ما عداش عليه، لو من جيل جديد شوية، أنصحه يتفرج عليه لأنه هيفهم حاجات ما بين السطور أنت ممكن تكون عمرك ما تخيلت أنها موجودة. أحمد زكي كان رائع في تجسيد الشخصيات العظيمة بقى، وتجسيد الشخصيات الملهمة أو ليها تأثير في المجتمع. بدأها من زمان لما جسد شخصية طه حسين في مسلسل الأيام، وبعد كده كان متميز جدا لما جسد شخصية ناصر، وكان متميز جدا لما جسد شخصية السادات. وعلى حس تجسيده لشخصية السادات، في ناس كتير جدا قلدت السادات بس من خلال أحمد زكي، يعني خدت تقليد شخصية السادات بطريقة أحمد زكي مش بطريقة السادات. أحمد زكي آخر أعماله خالص قبل ما يموت جسد شخصية حليم، اضحك الصورة تطلع حلوة، جسد شخصية المصور الفوتوغرافي البسيط. ومن الأفلام المميزة جدا واللي لازم تتفرج عليها أكتر من مرة عشان تعيش جوه أحداث الفيلم أرض الخوف. أحمد زكي لما حب يعمل شراكة حتى مع نجمات في السينما أو نجمات مميزين جدا زي سعاد حسني، عمل مسلسل هو وهي، وبعد سنين طويلة جدا عمل الراعي والنساء. الاتنين شخصيتين مختلفتين، ومع ذلك كان متميز جدا في ظهوره جنب سعاد حسني. الفكرة في التناقض، الفكرة في واحدة في منتهى الجمال وواحد في الآخر شاب أسمر ما يعتبرش جان من الجانات السينما في الوقت ده، ومع ذلك كان فعلا انت مصدق ان ممكن أحمد زكي يتجوز سعاد حسني او يبقى على علاقة به سعاد حسني. كل الأكشن اللي لعبه أحمد زكي زي مستر كراتيه، زي الإمبراطور، زي غيره جدا، برضه كان مميز فيه. ومن الافلام برضه اللي انصح اي حد ما شافهاش يتفرج عليها، او لو شافها يتفرج عليها تاني، احلام هند وكامل. وانا بقفل الفيديو ده بقول لاحمد زكي كل سنه وانت طيب، وبقول لاحمد زكي انت نمبر وان الحقيقي، حتى لما رحلت عن عالمنا شركه عالميه زي شركه جوجل احتفلت بعيد ميلادك. ده اسمه نمبر وان الحقيقي، نمبر وان السينما المصريه والسينما العربيه. كل سنه وانت طيب.